صباح الخير، الله يعطيكم العافية. Any question؟ Alright، خلينا نكمل بـ Chapter 4 اللي هو موضوع الـ Special أو الـ Filtering in the Frequency Domain. في البارت الأول من هذا الـ Chapter اطلعنا على الفاندمنتالز، شفنا مفهوم الفريكوانسي دومين، مفهوم الانتقال من السبيشال دومين للفريكوانسي دومين عن طريق استخدام الفورير ترانسفورم بنكهاته المختلفه، سواء كان 1 دايمنشنال كونتينوس فاريبل، 2 دايمنشنال كونتينوس فاريبلز، discrete variables, discrete functions and so on. وانتهينا الخلاصة من part 1 انه احنا بدنا نستخدم discrete Fourier transform DFT for functions of two variables، لانه الصور اللي معانا هي functions of two variables effectively. فبعد ما تعرفنا على discrete Fourier transform وعلى properties تبعته، خلينا فعليا ننتقل للجزء اللي بتكلم فعليا عن استخدام الفوريير ترانسفورم لاجراء عمليه الفلترنج. طبعا الكونسبت اوف فلترنج شفناه احنا بشابتر 3 بالسبيشال دومين فلترنج، لكن راح نشوفه الان من وجهه نظر الفريكوانسي دومين ونستخلص بعض الاستنتاجات مع نهايه هذا البارت. فافكتفلي راح نغطي مجموعه من المواضيع. راح نبلش بانتدكشن سريعه، نشوف مفهوم الفلترنج بالفريكونسي دومين والخطوات اللي لازم اسويها فعليا حتى اسوي عمليه فلترنج معينه على الصوره بالفريكونسي دومين. بعدين راح نشوف اكزامبلز على بعض الفريكونسي دومين فلترز، بعض هاي الفلترز كابابل اوف بيرفورمينج سموثينج اور بليرينج اوبريشن، بعضها كابابل اوف بيرفورمينج شاربينج، وبعضها ممكن استخدم حتى اسوي سيلكتيف فلترنج، واللي هي العمليه هاي شوي صعب اني اسويها في السبيشال دومين. يعني احنا اوريدي بشابتر 3 وي سو هاو تو بيرفورم سموثينج، هاو تو بيرفورم شاربينج بالسبيشال دومين، وي كان دو ذا سيم ستاف ان ذا فريكوانسي دومين. لكن السيلكتيف فلترنج زي ما راح نشوف شوي صعب اني اسويه بالسبيشال دومين، فعاده if I am sure about the type of noise that is corrupting the image and I know it is periodic noise, I need to resort to the frequency domain حتى أسوي عملية الفلترنج. كما كانت الحالة بالسبيشال دومين النونلينير فلترنج بقدر أسويه بالسبيشال دومين، لكن ما بقدر أسويه بالفريكوانسي دومين. بعدين رح نطلع على اكزامبل آخر أيضا على موضوع الهوموورفيك فلترنج. فكبداية زي ما حكينا انتقلنا أخذنا الصورة من Spatial Domain للFrequency Domain. الآن once we do that إحنا بنخسر الـ Correlation، يعني we cannot make any association بين المعلومات بالفريكوانسي دومين وبين البيكسلز فاليوز، لأنه زي ما حكينا أي نقطة بالفريكوانسي دومين هي ببساطة مجموع البيكسلز فاليوز مضروبين بسم ويتنج فاكتورز اللي هو الـ E2 minus J mu X زائد VY مثلا. لكن إذا بدي أسوي أي تعديل لهذا الفريكوانسي دومين ريبريزنتيشن اللي هو فعليا عملية الفلترنج، بمعنى آخر بدي أعدل هذا الفريكوانسي دومين، بدي أعدل الفورير ترانسفورم. فهاو كان اي موديفاي الفورير ترانسفورم تو اتشيف سيرتن تاسك؟ لازم يكون عندي معرفة شو العلاقة بين الفريكوانسي دومين والسبيشال دومين. ف وات از اون وات از سينج هير انه الفريكوانسي اللي هي موجوده بالفريكوانسي دومين هي ببساطه ريليتد للريت اوف تشينج بالسبيشال دومين، قديش سرعه تغير الفاليوز عند الانتقال من بيكسل الى اخرى بين البيكسلز. ف ببساطه وي كان اسوشيت الفريكوانسيز وذ ذا انتنسيتي فاريشنز ان ذا ايمج. فمثلا اذا انا في سبيشال دومين ماشي في منطقه ذات از اوف كونستانت انتنسيتي ريجن، شو يعني كونستانت انتنسيتي ريجن؟ يعني ما في تغير في قيم البيكسلز، منطقة إلها نفس البيكسلز الموجودين فيها إلهم نفس الجري ليفل فاليو، فهذه بنسميها constant intensity region. فهل في تغير في البيكسلز فاليوز؟ فعلياً
ما في تغير في البيكسلز فاليوز، فبالتالي there is no frequency، there is no ما في تردد، ما في تغير بالفاليوز. ف we can conclude something like this: إنه the slowest frequency domain component اللي هي الموجودة عند الفريكونسي صفر صفر أو الإندك صفر صفر بالفوريير ترانسفورم هي associated with the average intensity DC component. وهذا الكلام شفناه رياضياً. إنه F of 0,0 الspectrum عند 0,0 DFT عند 0,0 هو يتناسب مع الaverage intensity تبعت الصورة. السموث intensity variations يعني لو كان عندي في variations في البيكسلز values في الصورة فهذا الvariation corresponds to low frequencies يعني في تغير حتى أحصل على هذا التغير عن طريق جمع sines و cosines هذا التغير ما بلزمني sines و cosines with high frequencies بيكون عادة of low frequencies فالvariations البسيطة في pixels values فعليا corresponds to low frequency بالfrequency domain هذا ممكن أشوفه مثلا في الصور فيها في عندي wall في عندي منطقة smooth intensity لكن البيكسلز تتغير بشكل بسيط الآن الهاي فريكوانسيز الموجودين بالفريكوانسي دومين فعليا they correspond to higher intensity transitions or faster intensity transitions or abrupt intensity transitions or variations زي لما أحكي عن الإدجز أو الهاي نويز high levels of noise في الصورة زي الإمبلس نويز زي الجاوسيان نويز الموجود في الصورة. فإذا بخلي هاي المعلومات في بالي I can perform different types of filtering operations. فممكن يكون الهدف تبعي إني مثلا أقلل من low frequencies فبالتالي بحاول إني أتخلص من low frequencies الموجودة في الصورة بعملية بنسميها high pass filtering إني أمرر أو أحافظ على high frequency content في الصورة. ممكن يكون التارجت تبعي اني انا اخفف من الهاي فريكوانسي كونتنت اللي موجود في الصوره يعني اسوي اتينيويشن على الفوريير ترانسفورم عند الهاي فريكوانسيز فهذا بيؤدي الى تقليل الليفل تبع النويز بيؤدي الى تقليل الليفل تبع النويز فانا بخفف من بسوي اتينيويشن على الهاي فريكوانسيز وبحافظ على اللو فريكوانسيز فزي كاني بحاول اني اسوي سموثينج للايمج او بحاول اسوي فلترنج للنويز طبعا as I filter the noise I will also affect the edges لانه الايدجز برضه هي abrupt intensity transitions or fast intensity transitions ف they correspond also to high frequencies فرح أثر على الجزء وهذا الكلام شفناه برضو بالspatial domain لما سوينا smoothing على الصور كان في عندنا قدرة أو كان في نتيجة للsmoothing هو تقليل الintensity variations الصغيرة اللي بسبب النويز لكن نفس الوقت السموثينج أثر على الإدجز لأنه هو السموثينج بحاول يقلل من الintensity variations وبيسوي averaging technically if we have this in mind, we can design appropriate filters to perform different filtering operations in the frequency domain. On example بسيط, بيورجيني, this is an image, this is its Fourier transform. فبيحكي لي إذا بتحاول تسوي association بين الاثنين, you cannot make direct association بين the pixels values and the values of the DFT. لكن إذا بتلاحظ إنه هاي الصورة مثلاً مليانة بedges موجودين على بزاوية 45 درجة وبزاوية ناقص 45 درجة. لأن هدول الedges حتى أقدر إني أكونهم في الspatial domain أنا فعلياً لازم أجمع sine waves وcosine waves بالspatial domain بحيث يطلع عندي الريسبونس تبعهم مجموع الريسبونس تبعهم في عند هدول الإدجز أعلى ما يمكن فبدي sine wave وcosine wave العلاقة بيناتهم 45 درجة فthat's why إذا بتطلع بالfrequency domain في عندنا high values للDFT along these two directions to indicate which indicates إنه في sine waves وcosine waves لما جمعتهم في الspatial domain عشان أكون الصورة أنا فعليا هدول العلاقة بيناتهم بهذا الشكل الآن along the
horizontal along the vertical axis في عندي هذه الـ edge أو هذا الـ activity الموجود هون اللي فيها نوع من الـ edges. فإذا بلاحظ بتطلع بلاحظ إنه في هون variation along the vertical axis، لأنه أنا لما أمشي هيك بلاقي في variation، فبالتالي في sines و cosines موجودة هون، الـ magnitude تبعها عالي حتى أقدر أشوف الـ edges لأنها high frequency ولو فريكوانسيز، فبيكون الماجنيتيود تبعها في الاثنين عالي. ف this is the basic idea انه ما بقدر اربط بين قيم البكسلز والقيم تبعت الدي اف تي بشكل مباشر، بقدرش اسوي اسوسيشن، لكن بقدر اسوي اسوسيشن بيزد على الاكتيفيتي. فاذا كانت الاكتيفيتي في الايمج في السبيشال دومين هي there is no activity, constant intensity region، فأنا عم بحكي عن zero frequency. إذا عم بحكي عن low level activity، في intensity variation بسيط، فأنا عم بحكي عن low frequency. بدي sine waves و cosine waves التردد تبعهم قليل حتى أجمعهم ويطلع عندي هذا little variation. بينما إذا كان في عندي edges و high level of noise، يعني high level of intensity transitions، معناها أنا عم بحكي عن high frequency content، عم بحكي عن ال high frequency content اللي موجود في ال discrete Fourier transform. الآن if I have this in mind وأنا فاهم هذا الكلام، بقدر زي ما حكيت إني أصمم ال appropriate filtering function or appropriate filter بال frequency domain حتى أحقق هدف معين، إما to suppress the low frequency, the high frequency or subset of frequencies حتى أحقق هدف معين في ال spatial domain. لأن how can I do or perform the filtering operation؟ في عندي في عندي مجموعة من الخطوات. بالتأكيد if I want to perform the filtering بالfrequency domain لازم أحسب الفورير ترانسفورم للإيمج، أخذها على الفريكوانسي دومين، لازم أعدل الماجنيتيود of the Fourier transform to perform certain operation. وتعديل الماجنتيود زي ما حكينا ممكن أغير من الماجنتيود تبع الـ high frequency components أو الـ low frequency components أو band من الـ frequencies، بمعنى آخر range of frequencies حتى أحقق هدف معين. بعد ما أسوي هاي العملية فعليا I need to take the image back into the spatial domain to view to see the result. فإذا الـ filtering operation ببساطة أخذ الفورير ترانسفورم تبع الإيمج اللي هو الـ F of mu v وأسوي له multiplication بsome filtering function اللي هو الـ H، then I perform the inverse Fourier transform to obtain the original image. But these are the general steps. الآن الملاحظة المهمة على الفلتر function، this function has to be a real function. Has to be a real function. كيف يعني real function؟ يعني it has no imaginary part. ليش بده يكون ما له imaginary part؟ حكيناها المرة الماضية والبارت الأول. ليش بدي الفلتر function اللي بدي أستخدمه حتى أغير من الماجنتيود تبع الفورير ترانسفورم of the image يكون ما له imaginary component، وفعليا لازم يكون positive كمان، بمعنى آخر الفيز تبعه يكون zero. أيوة عشان لما نرجع للسبيشال دومين يعني ما يطلع فيه كومبلكس، ما يطلع فيه كومبلكس. فعليا لا. Why do I need H to be real and positive function؟ بمعنى آخر إنه هذا الفانكشن يكون الفيز تبعه صفر. شو يعني real function and positive؟ إنه الفيز تبعه دائما صفر، صح ولا لا؟ بما إنه الإيماجينري بارت دائما صفر والفانكشن هذا دائما بوزيتيف، فمعناها دائما لو احسب اي تو لو احسب تان انفرس الايماجينري بارت على الريال بارت دائما راح يطلع الفيز تبع هذا الفانكشن ايش ماله؟ صفر. طب ليش بدي اياه صفر؟ عشان ما يلعب بالفيز، عشان زي ما حكينا المره الماضيه بالضبط، اللي هو ما بدي انا فعليا لما اسوي عمليه الفلترنج اغير من الفيز، من الفيز تبع اف. ليش ما بدي أغير من الفيز تبع F؟ لأنه الفيز information تبعت الفورير ترانسفورم تبع الإيمج contains the structure of the image. فإف I change the phase
فعليا انا راح اغير من الاستراكشر، وفعليا انا مش هذا اللي بدي اياه في عمليه الفلترنج. عاده عمليه الفلترنج ما بدي اغير من الاستراكشر تبع الايمج، انا بدي اغير من الانتنسيتي فاريشنز اللي موجوده، اما تو امفسايز الهاي فاريشنز اور تو امفسايز اللو فاريشنز or subset of intensity variations. فالفكرة ببساطة إنه هذا الفانكشن h has to be positive and real. Has to be real ومش بس real, positive. ليش positive؟ عشان ما يكون عنده الزاوية تبعت بعض القيم صفر والزاوية تبعت بعض القيم تكون negative. يعني 180 مظبوط؟ negative يعني 180 درجة. فبالتالي لما أضرب بf راح أكون عم بضرب مرة بزيرو ومرة بباي، عم بغير الفيز مرة بزيرو ومرة بباي حسب قيمة القيم تبعت الـ H of U. Okay, so this is very important. وهي حكيناها المرة الماضية إنه الفيز ما بصير إني ألعب فيه لأنه بيأثر على الـ structural information الموجودة بالصورة. Example على فلتر بسيط ممكن أسويه. This is very simple filter. إنه هذا الفلتر مثلا تكون قيمته 0 everywhere 0 at sorry u تساوي v u تساوي 0 وقيمته 1 everywhere تكون قيمته تساوي 1 بكل مكان بالسبكترم. فكيف شكله هذا الفلتر راح يكون لو بدي أرسمه ب 3D؟ كيف بده يكون شكله؟ If this is mu and this is v. كيف بده يكون شكله؟ شكله بده يكون إيش؟ صفر. بده يكون صفر عند الأوريجين وتكون قيمته واحد. فهو رح يكون زي هيك من minus infinity إلى infinity. عند الصفر بده يكون في هون إيش؟ zero. عند الصفر zero. فالآن إذا بستخدم هذا الفلتر حتى أسوي filtering لsome image. What will be the effect؟ عملية الفلترنج لا ننسى إنها multiplication of this function اللي هو الh مع مين h of mu v multiplied by f. What will be the effect of multiplying h by some dft؟ شو رأيكم؟ High pass filter. High pass filter. يعني فعلياً أنا لما أضرب شو اللي راح يصير؟ راح أشيل الفريكونسي كومبوننت اللي عند الصفر. الآن الفريكونسي كومبوننت اللي عند الصفر فعلياً شو بتمثل بالفورير دومين؟ هي بروبورشنال اللي حكينا لمين؟ للأفريج انتنسيتي الموجودة في الصورة. ففعلياً لما أضرب بهذا الفانكشن أنا عم بشيل الأفريج من الصورة، صح؟ هيك معناها زي كأني عم بشيل الأفريج من الصورة. شو يعني عم بشيل الأفريج من الصورة؟ يعني زي ما إذا كأني مسكت الصورة وطرحت من كل البيكسلز الأفريج بيكسل فاليو اللي موجوده في الافرج فاليو اللي موجوده في الصوره. فهذا الفلتر بسيط راح يشيل الافرج. فزي كانه if I display the inverse DFT تبع الايمج after performing the filtering operation، لو كانت عندي هاي الصوره فعليا راح اشوف شيء زي هيك، لانه الافكت تبع هاي الفلترنج اوبريشن اني انا زي كاني عم بطرح الافريج فاليو تبعت الصوره من كل البيكسلز اللي موجوده في الايمج. تمام. فهذا اكزامبل بسيط، يعني عمليه الفلترنج هي مالتيبليكيشن. بتصفي الموضوع زي ما راح نشوف انه هذا الفانكشن ايش هو، اني اعرف appropriate function to perform some filtering operations operation in the frequency domain. بعض هدول أنواع الفلترز أو الفلتر functions اللي لازم يكونوا زي ما حكينا positive and real. Something like this. إشي زي هذا الfunction. لاحظ الآن هذا الfunction it has high value at the origin and then it decays down as you go away from the move away from the origin. ففعلياً if I take this function and I multiply it with some DFT, what will be the effect? You will be attenuating the high frequencies. هذا رح يصير multiplication the high frequencies below values here و be high values here. وعادة هاي الفاليو بتكون واحد عند الأوريجين.
and it decays down to zero as you go away from the origin. So multiplying this function with some DFT will attenuate the high frequencies, بخفف بقلل بضاعف من the high frequencies وبحافظ على the low frequencies عند the origin بخليهم زي ما هم, and as you move on بصير يضرب في 0.9, 0.8 في الاتجاهات كلها. ولاحظ هو كيف symmetric. It is symmetric around the origin. ليش symmetric around the origin؟ لأنه إذا بتذكروا حكينا كل الصور راح تعمل معهم هم real, وبالتالي الفوريير ترانسفورم تبعهم هو symmetric around the origin. If I want to perform some filtering بربع معين من الصورة, it has to be reflected on the other quadrant حتى تضلها الصورة symmetric, تضل الـ DFT تبعها symmetric, بحيث لما رجعها للtime domain أو للspatial domain تضلها real image. ورح نأكد عليها هاي النقطة later on. فلأن هذا المثال على الفلترينج زي ما حكينا it attenuates high frequencies, that's why it is called a low pass filter. It passes the low frequencies while attenuating the high frequencies. ولما أشيل the high frequencies, بالتالي the effect will be blurring على الصورة نتيجة لعملية الفلترينج, زي كأنها عملية smoothing. The low pass filters they correspond to the smoothing filters in the spatial domain. الفلتر اللي على اليمين هذا هو مقلوب الفلتر اللي على الشمال. فهون الفلتر هاد له قيمة تساوي واحد عند الأوريجين. طبعاً الأوريجين هون مرسوم with respect to the middle of the spectrum اللي هي M over 2, N over 2, لفكرة راح نحكي عنها كمان شوي. بس هو السنتر تبعي هو نص الاسبكترم زي ما اتفقنا. طبعاً هون ما كانت مبينة لأنه السيرفس مغطي على الأكسس, بس الأوريجين هو عند N over 2 و M over 2. فهذا الفلتر صفر عند الأوريجين و it goes up as you go away from the origin. بالتالي هو لما أضربه بالDFT تبع some image فعليا it will attenuate the low frequencies and it will preserve the high frequencies. بمعنى آخر it is a high pass filter. والhigh pass filter فعليا لما بخلي لي the high frequencies. والhigh frequencies correspond to what؟ عبارة عن إيش الهاي فريكوينسيز؟ هي عبارة عن الإدجز الموجودة في الصورة, عبارة عن النويز اللي موجود في الصورة, لأنه هاي الستركتشرز في السبيشال دومين هي فعلياً الكورسبوندنس تبعها بالفريكوينسي دومين هو الهاي فريكوينسيز. اكزامبل هون على استخدام هدول الفلترز في عملية الفلترينج. ففي عندي هون مثلاً لاحظ الإفكت أوف أبلاينج ذا لو باس فلتر فانكشن, وهون the effect of applying the high pass filter function. فواضح كيف إنه زي كأنه the low pass filter بيشبه the smoothing filter في the spatial domain, بيسوي blurring أو smoothing على الصورة, بينما the high pass filter بحافظ على the intensity transitions اللي هي the edges والنويز اللي موجود بالصورة, بينما بيشيل the constant intensity واللو frequencies اللي موجودة في الصورة. راح تحكي لي وين النويز إذا بتسوي زوم. أوكي أنا cannot zoom here. كتير. أوكي. لازم أطلع من البتاعة هاي. زوم إن. إذا أسوي هون. في values هون في المناطق السوداء هاي, في values. هاي ال values هي النويز اللي هي the small intensity variation. Okay. الآن في مجموعة من ال considerations we have to take it into account when we design or when we use filter function. النقطة الأولى already حكينا عنها هي موضوع الفيز, إنه الفانكشن اللي بدنا نستخدمه يفترض منه إنه يكون real positive function. بمعنى آخر its phase is zero, عشان هيك مرات بسموه zero phase shift filter. It is a zero phase shift filter. بمعنى آخر, it does not modify the phase of the original signal, and we need to do that in order to preserve the phase of the original image, which contains the structural information in the image. هون مثال يمكن ورجيناكم إشي زيه المرة الماضية في الديمو بالكود اللي موجود برضو على الويب سايت. The original image هون لما this is the structure or the image reconstructed from the phase
after multiplying it by 0.5 without affecting الماجنتيود. يعني خلينا الماجنتيود زي ما هو، ضربنا الفيز بنص بالفريكوانسي دومين، هون ضربناه بربع، فواضح كيف انه as I am attenuating the phase or modifying the phase عم بخسر اكثر واكثر من الستراكشر اللي موجود بالصوره. لو ضربتها ب 0.01 رح تلاقي انك مش رح تشوف شيء من الصوره، بينما لو اخذت الفيز as is واخذت له الانفرس ديسكريت فور ترانسفورم سويت له ديسبلاي رح تشوف معظم رح تشوف الستراكشر اللي موجود بالصوره بشكل واضح. نقطة أخرى بدي أخذها في عين الاعتبار بموضوع الفلترز، الفلترينج بالفريكوانسي دومين وتصميم الفلتر، هو موضوع الزيرو بادينج. والنقطة هاي حكينا عنها في البارت الأول، إنه حكينا عملية الفلترينج بالفريكوانسي دومين هي عملية مالتيبليكيشن وبالتالي هي كونفوليوشن في التايم، لكن للأسف لأنه الانفرس ديسكريت فور ترانسفورم للتو فانكشنز اللي عم بضربهم بالفريكوانسي دومين از بيريودك، رح يصير عندي نتيجة الconvolution إنه الperiods تتداخل مع بعضها as I convolve the two functions in the spatial domain. بنتج عن هذا الموضوع إشي سميناه wrap around errors، إنه الerrors اللي بتنتج عن إنه الperiods قاعدة بتلف وبتدخل من الجهة الثانية بالفترة من 0 to m زي ما حكينا المرة الماضية. فالسؤال الآن we need to pad the image، حكينا بالفريك بالسبيشال دومين with zeros بعدد معين من الزيروز، شفنا الفورمولا، بحيث لما احسب الفوريير ترانسفورم واسوي عمليه المالتيبليكيشن وارجع باك على السبيشال دومين ما ينتج عندي راب اراوند ايرورز. فهون بيسالني سؤال، اذا انا بدي اسوي عمليه الفلترنج باستخدام فلتر فانكشن معين، هل اسوي بادنج لزيروز لهذا الفلتر فانكشن بالسبيشال دومين ولا بالفريكوانسي دومين؟ يعني مش انا سويت بادنج للايمج بزيروز اخذتها على الفريكوانسي دومين، هلا في عندي فلتر فانكشن موجود بالفريكوانسي دومين، الان لازم اسوي له زيرو بادنج، الان اخذه على التايم دومين او على السبيشال دومين اسوي اي دي اف تي واسوي زيرو بادنج في السبيشال دومين وارجع على الفريكوانسي دومين، ولا اسوي زيرو بادنج بالفريكوانسي دومين حتى اتخلص من الراب اراوند ايرور؟ زي ما راح نشوف البراكتس انه احنا وي باد ذا ايمج وذ زيروز اذا كان حجمها m تايمز n بحيث يصير حجمها 2m تايمز 2n ات ليست، ذن وي كومبيوت ذا ديسكريت فورير ترانسفورم، يعني ناخذ الصوره على الفريكوانسي دومين وبالفريكوانسي دومين وي ديفاين ذا فلتر فانكشن بحيث يكون حجمه بنفس حجم الصوره الجديده اللي هي 2m تايمز N. ليش بدي أسوي زي هيك؟ خلينا نشوف هذا الكلام من خلال example بسيط. ليش لازم إنه أنا أسوي padding للصورة في time في spatial domain وبروح على frequency domain وبالآن بستخدم filtering function حجمه 2m times 2n بدال ما أسوي IDFT للفلتر وأسوي zero padding بعدين أرجع فيه على frequency domain من خلال example بسيط في حالة ال 1D. لو عندي هذا الفلتر function that is specified in the frequency domain وبدي اسوي له convolution او بدي اسوي استخدمه to filter some signal حجمها اللي فيها عدد معين من samples، يعني 254 من 0 ل 255 sample فعليا. فالان لو جيت احاولت اسوي المنطق اني انا اخذ هذا الفلتر فانكشن الموجود بالفريكوانسي دومين احسب له انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، فراح الاقي انه شكله زي هيك، وهذا الكلام منطقي، هو عباره عن ريكت بالفريكوانسي دومين، مزبوط، هو ريكت بالفريكوانسي دومين، فالانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم تبعه راح يكون سينك، الانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم تبعه راح يكون عباره عن سينك فانكشن. فالآن لو حاولت إني أسوي zero padding بالspatial domain، this is the filter in the spatial domain، بعد ما سويت zero padding حتى أخلي حجم الفلتر مناسب بحيث أتجنب ال wrap around errors، فصار حجم الفلتر كان 256 صار 512، كان 256 point صار 512 the duration تبعه في spatial domain. فالآن الفكرة أنا بدي أسوي فلترنج بالفريكوانسي دومين، فلازم أرجع أخذ هذا الفلتر الموجود في السبيشال دومين وأرجعه على الفريكوانسي دومين بني أحسب دي أف تي،
فالآن المفترض أنه يطلع شكله زي هيك، مظبوط ولا لا؟ فلو سويت هاي العملية راح ألاقي أنه شكله طلع بهذه الإشي، هو بيشبه الريكت بس شكله مختلف. شو السبب أنه شكله مختلف؟ مع أنه حكينا المرة الماضية لما أسوي زيرو بادينج أنا فعلياً عم بضيف زيروز على الصورة، فما راح يأثر على الفورير ترانسفورم تبعها، أو ما راح يأثر فعلياً بشكل جوهري على الفورير ترانسفورم. هو بيأثر بس شكلاً بضل زي ما هو، بس الماجنتيود تبعت الكومبوننتس بتتغير. بس هون مش بس الماجنتيود تغيرت، يعني بدل ما يكون واحد هون قيمته وهون صفر، لا صار في عندي قيم مختلفة، صار في عندي هون قيم مختلفة، يعني مش بس صار attenuation. طيب شو المشكلة هون؟ ليش صارت المشكلة هاي؟ ببساطة أنا عم بحكي الـ inverse discrete Fourier transform للريكت هي عبارة عن sync function. الآن sync function اللي أنا رسمته هون is part of the whole sync function، يعني هذا sync function truncated. لاحظ كيف هو بوقف عند هاي النقطة هون وبوقف عند هاي النقطة هون. ففعلياً sync function مش هيك شكله، sync function هو بيمتد إلى minus infinity بهذه الطريقة. فالآن لما سويت zero padding بطل الفانكشن هو sync function، صار إشي بيشبه السينك بفترة زمن بفترة معينة، لكن برا هاي الفترة هو it's not a sync. فthat's why صار عندي هذا الفلكشويشن اللي هو بسبب الابربت تشينج، اللي هو ترانزيشن من فاليو الى صفر. This is sharp transition بالتايم دومين. sharp transition في التايم دومين راح ينتج عنه شيء بنسميه رينجينج افكت، انه بصير في فلكشويشن بالفاليوز بسبب عمليه الترانكيشن للسينك فانكشن. فذاتس واي الافضل انه انا اخذ الايمج واسوي لها بادنج في التايم دومين، بعدين اعرف فلتر فانكشن. هذا الفلتر فانكشن اعرفه بدل ما يكون حجمه من 0 ل 256 يصير حجمه من 0 الى 512 ويكون سنترد عند ال 256 في الفريكوانسي دومين، وبعدين استخدمه حتى اسوي عمليه الفلترنج. فذيس از انذر ثينج تو كونسيدر اف يو وونت تو افويد راب اراوند ايرورز وين بيرفورمينج فلترنج. يو نيد تو زيرو باد ذا اوريجينال ايمج ان ذا سبيشال دومين before computing the DFT, and then you define a filter function whose size is the same size as the padded image. بدل ما يكون m في n بصير 2m times 2n at least. طيب فإذا هدول الشغلات بدنا ناخذهم في عين الاعتبار فعليا. الآن what are the steps؟ احنا already حكينا عن الستيبس تبعت الفلترنج بالفريكوانسي دومين، لكن في تفاصيل أدق تاخذ في عين الاعتبار مجموعة من النقاط اللي حكينا عنها بالبارت الأول و اللي حكينا عنه الآن، موضوع الزيرو بادينج وموضوع الزيرو فيس شيفت فلتر. فالديتيلد ستيبس فور بيرفورمينج ذا فلترنج اوبريشن ان ذا فريكوانسي دومين از as follows. Multiply the image by minus 1 to the power x plus y to center its transform. وهي النقطة حكينا عنها، إنه أنا لما أحسب الـ DFT بوضع الاعتياد بالطريقة الـ straight، إني أخذ الـ image وأعوضها بالـ expression تبع الـ DFT، رح أشوف one full period من الـ DFT، لكن هاي الـ one full period فعلياً هي مش كاملة، يعني ما بتورجيني، أو بلاش مش كاملة، مش مرتبة، بتورجيني أرباع، مظبوط؟ بتورجيني أرباع من back four back to back periods، أرباع من أربع periods. فالآن ما في مشكلة، المعلومات كلها كاملة، لكن حتى أشوف البيريود مرتبة بشكل مرتب يفضل إني أسوي centering للسبيكترم بحيث يصير in the middle of the spectrum، يعني بنص الويندو اللي أنا عم بطلع عليها من صفر ل m minus واحد ومن صفر ل m minus واحد اللي هم الميو والفي. وهي العملية فعليا هي shifting بالفريكوانسي دومين by m over 2 و n over 2، مظبوط؟ بالسبيشال دومين شفناها بالبارت الأول هي equivalent to what؟ to multiplying each pixel at location x, y ب الفاليو اللي هي minus 1. فبعض البيكسلز بصيروا نيجاتيف، بعض البيكسلز بصيروا بضلوا positive.
هذا المالتيبليكيشن effectively عبارة بالأثر تبعه أنه بحط لي السبيكترم في النص تبع الويندو من 0 ل M-1. يعني إذا بدي أرسمها هيك هذه U وهذه V، فأنا فعليا بدل ما أكون أشايف ربع من البيريود هون ربع بيريود هون ربع بيريود هون، برتبهم وبحطهم بالنص هون عن طريق الشيفتنج. هذه العملية بالسبيشال دومين هي multiplying by this. لكن حكينا إذا عم بستخدم الماتلاب بقدر أستغني عن هاي الخطوة، إنه بعد ما أحسب الدس دي اف تي أستخدم الفانكشن اللي اسمه اف اف تي شيفت. لما أسوي اف اف تي شيفت فعليا الماتلاب بيرتب لي الأرباع اللي موجودين هون بحيث يصيروا سنترد، البيريود تصير سنترد بالنص. ما بعرف بالبايثون باللايبراريز الموجودة في البايثون أو بالسي بلس بلس إذا موجودة شيء زي هيك، بس أتوقع إنه it should be there. فهذه أول خطوة ممكن أستغني عنها زي ما حكيت إذا عم بستخدم ماتلاب. بدي أسوي zero padding بحيث إنه الصورة هاي تصير حجمها at least 2m times 2n، فأصير معاي ال padded image اللي هي ال fp حتى أتجنب ال wrap around errors. أحسب ال dft تبع ال padded image، بعدين أسوي generation ل real symmetric positive، كمان بدي أضيف عليها positive filter function h of u v size تبعه 2m times 2n 2m times 2n and it is centered at m n. لاحظ مش m over 2 n over 2، لأنه أصلا حجم السبيكترم بطل m times n صار 2m times 2n، مظبوط. فبدي أحطها بالسنتر. لأن ليش عم بسوي كل الغلبة هاي؟ ليش عم بسوي سنترينج؟ لأنك تخيل لو أنت ما سويت سنترينج، يعني خليني أرجع باك، مش حابين معنا هون. لو ما سوينا سنترينج للدي أف تي تبع الإيمج في النص، أنو أسهل أعرف فلتر للأرباع اللي موجودة هون، أعرف فانكشن للأرباع اللي موجودة هون بهذا الشكل، ولا أعرف الفلتر للسبيكترم لما يكون سنترد في النص كلوجيك كماثماتيكال اكسبريشن؟ أكيد إنه أعرفه with respect to this، مظبوط. فعشان هيك أنا بجيب الكوبي اللي هي، لاحظ الكوبي هيها موجودة هون بس أنا مش شايف منها غير ربع، بسوي لها شيفت وبحركها بحطها في النص، لأنه هذا بيمكنني شغلتين: I can visualize the spectrum بشكل مرتب، و I can easily define this function رياضيا with respect to this. فتخيل انت لو بدك تعرف function رياضي low pass filter يتعامل مع low frequencies، فبدك تعرف logic expression فيها mathematical expression بهاي المنطقة، mathematical expression بهاي المنطقة، mathematical expression. بينما هون mathematical expression رح يكون تعريفه أسهل. فdefining the filters with respect to one full organized copy من الspectrum أسهل بكتير رياضياً مني أني أعرفه ل copies مش مرتبة، لأرباع مش مرتبة. فهاي النقطة إنه في كتير ناس تسألني ليش بتسوي هاي العملية، ليش بتسوي shift؟ هدفين رئيسيين: for visualizing one full copy من الspectrum، one full period مرتبة، وحتى يسهل علي تعريف الفلتر فانكشن with respect to the one full organized copy من السبيكترم. perform الفلترينج بإني أسوي عملية المالتيبليكيشن طبعاً point wise. obtain the image the processed image by computing the inverse discrete Fourier transform. راح أخذ ال IDFT لحاصل الضرب، لكن دائماً بدك تنتبه إنه هاي القيمة ممكن بسبب الليميتيشن اللي موجود على تمثيل الأرقام في الكمبيوترز ممكن يطلع فيها imaginary part كتير صغير، يعني بالعشرة قوة ناقص 20، لأنه عملية الكالكوليشنز على الكمبيوترز يعني ما يعني limited في النهاية. فعشان هيك دائما بناخد الريال part of this quantity حتى نتخلص من الريزيدوالز هدول، يعني البقايا الصغيرة للإيميجينري بارتس if any، فعادة بناخذ الريال بارت منه. مع أنه يفترض يعني theoretically بالcontinuous case، لما أحسب continuous، لما أشتغل مع الcontinuous Fourier transform زي ما حكينا، إذا بلشت من real signal ورحت على الفريكونسي
ضربت بريال فانكشن ورجعت باك، المفروض السيجنال اللي حصلت عليها بعد الفلترنج تكون بيور ريال سيجنال، لكن بسبب الـ يعني الليميتد كومبيتيشنال سايز في الكمبيوترز ممكن يطلع معي يعني ايماجينري بارت صغير في بعض الفاليوز بالانفرس دي اف تي تبع الفلتر فانكشن، وبالتالي بدي انتبه على هاي النقطه. Extract the image، يعني طبعاً الآن الإيمج اللي رجعتها هون حجمها 2M times 2N، مظبوط؟ لأنها أصلاً already padded كانت، فرح أخذ الإيمج بس من اللي هي M times N من top left quadrant من padded image، لأنه زي ما تذكروا padding اللي نضيفه إحنا بعد الصورة بالاتجاهين زي ما راح نشوف كمان شوي بالإكزامبل. بعدين multiply the filtered image by minus 1 to the power x plus y. طبعا هاي العملية ما بحتاجها إذا عم بستخدم FFT shift، فعليا بعد ما أسوي عملية الضرب برد بسوي FFT shift قبل ما أحسب الـ IDFT، بعدين أحسب الـ IDFT، وبالتالي بقدر أستغني عن هاي الخطوة. فالماتلاب بريحني فعليا أني أسوي هاي العملية وأسوي هاي العملية، بس بدي أنتبه متى أستخدم الـ FFT shift. بالفورورد دايركشن لما احسب ال f of u v بسوي FFT shift قبل ما اضرب بالفلتر، بالباكورد دايركشن بعد ما اضرب بالفلتر بسوي FFT shift مره ثانيه برجع بلخبطهم هو، فبعدين بسوي ال IDFT. اكزامبل على هذا الكلام على هدول الخطوات بالتفصيل. This is the sum original image، حزمها m times n، راح اسوي لها multiplication by minus 1 to the power x plus y، بعدين اسوي لها zero padding. طبعا لاحظ كيف الايمج لما ضربتها ب minus 1 to the power x plus y صارت شوي darker. شو السبب؟ لانه صار في قيم نيجاتيف، ولما اسوي display على المونيتور راح اسوي clipping، تصير الفاليوز من 0 ل 255، فالنيجاتيف فاليوز كلها راح تصير zeros، فراح تصير الصورة زي كأنها داركر. بعدين سويت زيرو بادينج. طيب لو سويت العكس بزبط، يعني لو سويت زيرو بادينج بعدين ضربت ب minus 1 to the power x plus y بزبط؟ يعني هل ضروري لأنها صفر؟ عادي، لأنه whatever is here is zero. طيب which is more efficient؟ Multiplying أول. Multiplying، لأنه عملية الملتيبليكيشن لأنتو جماعة الكمبيوتر تعرفوا is very expensive in terms of time، مظبوط؟ فبدال ما أضرب أنا 2m times 2n values بهاي القيمة، لا أنا بضرب m times n pixels بهاي القيمة، عشان هيك الترتيب مهم من ناحية performance وليس من ناحية output، إنه هل بيختلف النتيجة ولا لا. بحسب الدي اف تي، this is the دي اف تي، ولاحظ الدي اف تي الماجنتيود طبعا تبع الدي اف تي اوريدي مرتبه، الكوبي الكوبي اوريدي مرتبه لاني ضربت ب minus 1 to the power x plus y، لكن بدي انتبه انه حجم السبيكترم هو 2m times 2n. الان I can define whatever filter function بدي اياه، بشرط انه يكون positive real symmetric. symmetric زي ما حكينا حتى أحافظ على السيمتري اللي أصلاً موجود في الـ DFT، لأن إذا بسوي أي خلل في السيمتري اللي موجود هون لما أحسب الـ IDFT ما راح تكون الصورة real. طبعاً هذا الكلام بقدر أستنتجه من السيمتري properties اللي كانوا موجودين في التابل في نهاية البارت الأول. فعشان هيك بما أنه كل الصور اللي راح أتعامل معهم السبيكترم تبعهم real، سبيكترم تبعهم عفوا سيمتريك، فاي شيء اي اوبريشن مثلا بسويها في هاي المنطقه لازم اسويها في المنطقه المقابله حتى تضلها الصوره ايش؟ ريل بالسبيشال دومين، بمعنى اخر حتى يضل السبيكترم ايش ماله؟ سيمتريك. فعشان هيك اي فلتر فانكشن راح نستخدمه في هذه الشابتر المفترض انه يكون symmetric around the origin، ولا ننسى ان الاوريجن تبعي هو عند نص the spectrum، يعني هون m over 2 m و n، مظبوط؟ لانه ضربنا صار حجمها 2m و 2n. الان بعد ما سويت multiplication طلعت معي هاي النتيجه. طبعا هذا الفلتر واضح انه هو قيمته it has high value عند
الاوريجن وبعدين الديكيز از يو جو اواي. ففعليا اللي حافظت عليه فعليا اجزاء من اللو فريكونسي كونتنت تبع الصوره، والباقي هون مش بالضروره يكون صفر حسب شو قيم الفلتر هون، ممكن تكون فيري لو فاليوز بس لانها كثير لو مقارنه بالفاليوز اللي موجوده هون. When you display on the screen you will not see them، حتشوفهم زي كانهم dark. حتى لما تسوي log، يعني انا هون مسوي log مسوي scaling ومع ذلك I can't see what is here، لانه هدول كثير القيم الموجوده هون صغيره، لانه قيم الفلتر values في هاي المناطق في المنطقه هاي is very low. لان باخذ هذه اللي هي ال G وبسوي لها IDFT، بسوي لها IDFT بحصل على هذا الفلترد ايمج. طبعا رجعت لي مع الزيروز البادد زيروز، وبعدين انا اللي بهمني المنطقه هاي اللي هي توب ليفت كوادرنت من الصوره، بشيل الاصفار وبضرب بماينس 1 بعدين تو ذا باور اكس بلس واي، هي مش مكتوبه هون بس اكيد لازم اضرب في ماينس 1 تو ذا باور اكس بلس واي حتى اني اعكس الاف اف تي شيفت اللي صار بالفريكوانسي دومين. لاحظ كيف الايفكت هي بليرنج، لانه هو فعليا هذا لو باس فلتر لكنه اتس نوت ان ايديال لو باس فلتر، انه في شارب ترانزيشن بالفريكوانسي دومين، هو ممكن يكون زي ما راح نشوف ليتر جاوسيان او يكون باتر وورث لو باس فلتر. اوكي اني كويستشن؟ طيب اخر موضوع صغير نحكيه على اساس يعني المره الجايه نطلع على اكزامبلز على بعض الفلترز بالفريكوانسي دومين، اللي هو الكورسبوندنس بتوين ذا سبيشال فلترنج اند ذا فريكوانسي فلترنج. يعني لاحظ انا بالمثال السابق قدرت اني اسوي سموثينج او سموثينج اوبريشن او سموثينج فلترنج بالفريكوانسي دومين عن طريق اني اضرب بلو باس فلتر، واللي هو أنا فعلياً قدرت أني أحققه لما سويت فلترينج بالسبيشال دومين باستخدام الأفرجينج فلتر ماسكس and so on. فأنا حصلت نوعاً ما على نتيجة، يعني بدناش نحكي نفس النتيجة 100% 100% الـ values بالتو فلترد إيميجز بالطريقتين المختلفات هي نفس الـ values، لكن الـ visual effect اللي حصلت عليها بالفلترينج بالفريكوانسي دومين وبالسبيشال دومين هي نوعاً ما نفس الـ visual effect. اوكي لكن لو بدنا نسال السؤال التالي، مين احسن، هل اسوي فلترنج بالسبيشال دومين ولا اسوي فلترنج بالفريكوانسي دومين اذا كان الهدف واحد اني اسوي مثلا سموثينج او بليرنج على الصوره؟ شو رايكم انه احسن اسوي فلترنج هون ولا فلترنج هون؟ اذا الاثنين بيعطوني نوعا ما نفس النتيجه، الفريكونسي اسرع بتكون. فريكونسي اسرع، مين اللي بيحكي؟ انا لاني مش شايف الاسماء. زياد. زياد، ليش بالفريكونسي اسرع زياد؟ لانه بالسبيس زي بدك تاخذ لكل بيكسل اريا حواليه وتقعد تحسب. هذا رايك مزبوط؟ طب بدك تغير رايك ولا لا؟ ما بعرف، لا. في حدا عنده راي ثاني؟ دكتور ممكن حسب الابلكيشن، في فلترز احسن اعملها بالفريكوانسي انه مثلا بتاخذ وقت اقل، وفلترز بالعكس بالسبيشال بتاخذ وقت اقل. يعني انت كلامك فيه جزء صح، لكن الجزء او الجواب الدقيق هون انه فعليا performing filtering in the spatial domain is much cheaper than performing filtering in the frequency domain. لاحظ أنا بالفلترنج بالفريكوانسي بالسبيشال دومين شو بساوي؟ بروح عند كل بيكسل باخذ نيبرهود صغير بضرب وبجمع وبطلع قيمة، لكن حتى أسوي فلترنج بالفريكوانسي دومين طلع شو اللي بدي إياه؟ يعني بدي أمسك البيكسلز أضربهم بماينس 1 to the power x plus y، أسوي زيرو بادينج، بعدين أحسب الدي اف تي. وتذكر الدي اف تي كيف بنحسب؟ الدي اف تي بنحسب اني انا كل نقطه في الدي اف تي عباره عن مجموع كل النقاط الموجوده في الصوره الاصليه، فذيس از فيري اكسبنسيف. عشان هيك حكينا الدي اف تي حسابه في الجوريثمز كثيره مقترحه وموجوده بتحاول انه تحسب الدي اف تي او تسرع من حساب الديسكريت فوريير ترانسفورم، منها اللي هو الفاست فوريير ترانسفورم. بعد لسه ما خلصت، بدي اخذ الدي اف تي اضربه بوينت وايز بفلتر فانكشن، بعدين احسب الانفرس دي اف تي، صح ولا لا؟
احسب الانفرس دي اف تي، واللي هو فعليا بتطلب انه كل نقطه في السبيشال دومين عباره عن مجموع كل النقاط بالفريكوانسي دومين ويتد برام باي سم اي تو ماينس جي سمثينج، ف which is more computationally efficient، which is more efficient in terms of computation. اكيد السبيشال فلترنج لو تحاول تعد عمليات الضرب والجمع والطرح اللي بتسويهم راح تلاقي انه السبيشال دومين فلترنج از ماتش ماتش فاستر من الفلترنج اللي ممكن يصير باستخدام الفريكوانسي دومين فلترنج. طيب ليش عم ندرس الفلترنج بالفريكوانسي دومين؟ يعني عم ندرس الفلترنج بالفريكوانسي دومين لسببين، واحد منهم حكى مالك كانه اللي جاوب انه مرات في بعض الابلكيشنز في بعض الفلترنج اوبريشنز اي كانت بيرفورم ان ذا سبيشال دومين، زي السلكتيف فلترز، زي النوتش فلترز او النوتش باس او النوتش ريجكت فلترز اللي راح نشوفهم ليتر اون. لكن النقطة اللي ممكن تكون أهم من إنه من هاي النقطة إنه فعلياً إحنا عم ندرس الفريكوينسي دومين فلترينج مش عشان نسوي فلترينج بالفريكوينسي دومين، لكن دراسة معرفة الفلترينج بالفريكوينسي دومين فعلياً بيساعدني إني أسوي ديزاين لفلترينج ماسكس بالسبيشال دومين، ساعدني اسوي فلترنج ديزاين لفلترنج ماسكس بالفريكوينت بالسبيشال دومين. فعاده احنا بنستخدم الفريكوانسي دومين حتى نصمم الفلتر اللي بدنا اياه اللي بحقق الهدف معين، بعدين وي تيك ذا اي دي اف تي اوف ذس فلتر وبنحاول نصمم فلتر ماسك يتلائم شكله وقيمه مع شكل الفلتر بالسبيشال دومين، لكن يكون حجمه اصغر من حجم الفلتر. فخلينا نشوف هذا الكلام بشكل سريع. يعني انا هون عندي تو فلترز بالون دومين بالون دايمنشن، هذا الفلتر هيك شكله بالفريكوانسي دومين. لو اخذ له الاي دي اف تي هيك شكله الانفرس ديسكريت فوريير ترانسفورم. فالان اذا بدي اسوي فلترنج بالفريكوانسي دومين انا فعليا لازم اخذ كل هذا الفلتر واسوي له كونفوليوشن مع السيجنال الاصليه، لكن انا ما بدي اسوي هذا الكلام لانه ذس از فيري اكسبنسيف. فشو راح اسوي؟ راح اعرف فلتر ماسك اصغر، فلتر ماسك اصغر ذات كابتشرز ذا مين فيتشرز، ذا مين فيتشرز اوف ذس فانكشن، بحيث لما اطبق هذا الفلتر ماسك بطريقه السبيشال فلترنج نوعا ما احصل على نفس النتيجه. فانا مثلا جيت حكيت هون الفلتر ماسك اللي بدي اياه لو سويت سلايس هون هو عباره عن قيمة ثابتة، فعرفت فلتر ماسك قيمته ثابتة زي هيك، أو حكيت هو قيمته بتكون عالية في النص بعدين ببلش ينزل بالاتجاهين، فممكن أعرف فلتر ماسك زي هيك that is high in the middle بعدين بنزل بشكل symmetric as I go away from the center. فإذا هذه هي من أهم فوائد الـ Frequency Domain Filtering، إنه أنا بقدر أصمم الفلتر اللي بدي إياه بالـ Frequency Domain نوعاً ما، تزبطش دائماً، أصمم الفلتر بالـ Frequency Domain وأحسب الـ IDFT، بعدين أحاول أصمم فلتر ماسك that captures the main features of the function or the filter function in the Spatial Domain، وأستخدم هذا الفلتر ماسك الصغير حيث أسوي عملية Spatial Filtering وأحصل على نتيجة مقاربة للموضوع. نفس الشيء الفلتر فانكشن اللي تحت اللي هو High Pass Filter This is the IDFT تبعه، فبحاول أعرف فلتر ماسك that captures the main feature. شو المين فيتشرز؟ والله إنه هون في Positive Value بعدين بتنزل للنيجاتيف، هيا شوف كيف نزلت للنيجاتيف اللي هو هذا شفناه، هذا اللابلاسيان لما اشتقيناه اشتقاق إحنا فعلياً، وحواليها صفار أو يكون إشي زي هيك بوزيتيف بينزل للنيجاتيف بعدين بيضلوا بهذه الطريقة. فهذه هي الفكرة، فائدة الفريكوانسي دومين فلترنج إني أحاول يساعدني إني أصمم سمول فلتر ماسكس to be used in the spatial spatial domain حتى أقلل من الكالكوليشنز والكمبيوتيشنال كمبيوتيشنز اللي ممكن أحتاجها لعملية الفلترنج. فهون بيورجيني لما سويت سموثينج بالفلترنج ماسك اللي بنعرفه السموثينج فلترنج ماسك 5x5، وهون فلترنج using in the frequency دومين. ففي سموثينج هون وفي سموثينج هون، وإن كانت النتيجة ليست 100% نفسها لكن الفيجوال أبيرنس اللي أنا عم بشوفه هو متقارب. Alright. Any question?
دكتور، كيف طبيعة الامتحان؟ طبيعة الامتحان من أي ناحية يعني؟ يعني الأسئلة كيف نمطها من هيك؟ أنت ذكرتيني على امتحاننا بكرة إحنا صح؟ امتحاننا بكرة الساعة 9 مساء إن شاء الله. بتمنى إنه الجميع حاول أو جرب يدخل على الـ LM system ويجرب ياخد التست كويز اللي موجود حتى يتأكد إنه everything is set up and working بالنسبة للأكاونت تبعه. هلأ بالنسبة للامتحان راح تكون مدة امتحان تقريباً ساعة، تقريباً ممكن أقل شوي أكثر شوي. راح يكون كله multiple choice، يعني مع إنه ما عمري سويتها أنا، إنه هذا الكورس دائماً يعني فيه رسم فيه حل فيه كذا، بس we have to do it this way للأسف، فاضطريت إني أسويه multiple choice. فراح يكون عندك بحدود 15 سؤال multiple choice ب 30 علامة. بعض الأسئلة يعني ممكن تنحل معك بدقيقة دقيقتين، بعض الأسئلة لا بدها شوي، بدها 5 minutes. ف don't panic، أنت ما تخاف إنه يعني إذا يعني للأسف زي ما حكينا إنه تعليمات مجلس العمدة بدها one way الامتحان، and I have to make it one way. ف ما بس don't panic أنت إنه إذا والله وصلت عند سؤال وحسيت إنه أخذ منك 6 دقائق، it's fine، لأنه ممكن تلاقي سؤال بياخذ 1 minute، سؤال بياخذ 2 minutes، ف بيعوضوا بعض، تمام؟ فما تتوتر أنت وتخاف. It is all about managing the exam. وأنا هيني عم بغششك، عم بعطيك فكرة عن الإكزام. الإكزام راح يكون 15 سؤال بساعة تقريبا أو 50 دقيقة، لسه ما قررت الوقت أنا، بس إشي زي هيك 50 minutes 55 minutes 1 hour، يعني بدنا نشوف. بعض الأسئلة فيها حل بدك يعني تحل، بس طبعا مش هالحل العظيم، يعني بدك تضرب، بدك تقسم، بدك تجمع بعض الفاليوز، بدك يعني بده يكون معك كالكوليتر اذا انت عم تحل على الامتحان على الموبايل، او اذا عم تحله على اللابتوب، يعني معك كل الريسورسز. يعني ممكن بعض الاسئله تحلها على الماتلاب او تحلها على البايثون زي ما بدك، بس ما راح توصل لهي المرحله. يعني ما في سؤال فعليا بيحتاج منك تكتب كود، ما في، كلها اسئله على المبدا على المفهوم. يعني بسألك سؤال يمكن تحتاج تضرب لك رقمين ببعض، تحتاج تجمع لك 4 أرقام تقسمهم، يعني إشي زي هيك. فبدك تكون جاهز، يكون معك ورقة أو قلم وكالكوليتر، سواء كان بدك تسوي الامتحان على الموبايل على التابلت على اللابتوب. you don't need يعني to code إلا إذا أنت سريع في الكودينج وبدك تريح راسك ما تغلط في الجمع. it's up to you، أنا ما بمنعك وما بقدر أمنعك إنك تروح الله تفتح الماتلاب وتبلش تحل. طبعا مش كل الاسئله حل، مش كل الاسئله حل، في اسئله من شابتر 1، في اسئله من شابتر 2 على المفاهيم على بعض التعريفات. فبدك يعني تمر على كل الاشياء اللي حكيناها في الماده من بدايه الفصل. وذاتس ات، يعني ما تفكروا اني مبسوط انه الامتحان مالتيبل تشويس، ما بحب المالتيبل تشويس انا لا الكترونيا ولا على ارض الواقع، لانه ما بقيس، مرات ما بقيس وغالبا ما بقيس، لانه ممكن واحد يضيع 10 دقائق وهو يحل دائره معينه مش بامتحاني يعني بشكل عام، ويجاوب غلط، يغلط له برقم، يغلط له باشاره، يغلط، ما ينتبهش على كلمه معينه، وواحد يشنصها تزبط معه. ف it's not fair I know، بس we have to do it this way للاسف.